يعني ايه كلمه نتورك؟ كلمه نتورك دي معناها in general اي ديفايس كونكتد باي ديفايس تاني والاثنين دول ثرو ميديا معينه بيتبادلوا مع بعض انفورميشنز، صح؟ الديفايس ده والديفايس ده مش شرط يكونوا كمبيوترز، ممكن يكونوا موبايلات مثلا. لو انا طلعت الموبايل بتاعي فتحت البلوتوث وانت طلعت الموبايل بتاعك فتحت البلوتوث وبدات ان انا ابعت لك حاجه وانت استقبلتها مني من خلال الهواء معايا كده، يبقى احنا كده عاملين ما بيننا وما بين بعض نتورك، صح؟ ده المصطلح العام لكلمه نتورك، اي جهاز متشبك مع اي جهاز بيتبادلوا مع بعض داتا او يتبادلوا مع بعض انفورميشنز، صح؟ عايزين بقى نختص ان المصطلح العام ده هو مصطلح خاص اسمه كمبيوترز نتورك. كمبيوترز نتورك بقى عباره عن ايه؟ عباره عن شويه اجهزه كونكتد مع بعض فيزيكالي بالشكل ده. يعني لو جبت جهاز اسمه A وجهاز اسمه B وجهاز اسمه C وجهاز اسمه D، الاجهزه دي المفترض انها كونكتد مع بعض بالشكل ده فيزيكالي. طبعا الخط ده هو في كتب الكوميونيكيشن يعني بالنسبه لك ايثرنت. ايثرنت دي معناها ان في سويتش، عارفين السويتش؟ سويتش ديفايس، كل جهاز من دول عنده كارت شبكه وخارج منه كابل واصل على ايه؟ على بورت من البورتس بتاعت السويتش، مفهوم؟ بس هي الرسمه بتترسم كده معايا كده. طيب ده المصطلح بتاع كلمه نتورك، شويه كمبيوترز كونكتد مع بعض علشان ايه؟ علشان يدوا اليوزرز اللي قاعدين عليهم سيرفيس معينه، خدمه معينه، صح؟ النقطه دي تخلينا ندخل للجزء الثاني اللي هو امبورتنس اوف نتورك. ايه اهميه وجود النتورك؟ انا هعمل النتورك دي ليه؟ يعني ايه الاجهزه دي كونكتد مع بعض علشان تدي لليوزر سيرفيس معينه؟ يعني ايه الكلام ده؟ ماشي؟ طيب امبورتنس اوف نتورك تتلخص في حاجه واحده بس، ايه هي بقى؟ sharing of resources. sharing of resources يعني ايه؟ كلمة sharing معناها ايه؟ مشاركة. resources معناها ايه؟ الموارد. طب ايه الموارد اللي ممكن تكون متاحة عندي في الorganization بتاعتي احتاج ان انا اعمل لها sharing ما بين الناس؟ قال لك resources ممكن تبقى حاجة من ثلاثة. الحاجة الأولى داتا، معايا؟ يعني زي مثلا الجهاز اللي اسمه إيه؟ عليه فولدر اسمه داتا. اليوزر اللي قاعد هنا على الجهاز اللي اسمه بي احتاج الفولدر اللي اسمه داتا. لو أنا ما عنديش نتورك، اليوزر ده المفترض إن هو يستخدم أي ريموفابل ميديا علشان ينقل الداتا من عنده، علشان ينقل الداتا من على الجهاز إيه؟ لعنده. صح كده؟ وليكن مثلا على سبيل المثال فلاش ميموري، لو حجم الداتا كبير شويه هضطر ان انا اعمل ايه؟ افك الهارد بتاعي واركبه سليف هناك وابدا انقل الداتا وارجع اركب الهارد عندي ماستر، صح؟ واحنا كنا بنعمل الكلام ده هو زمان، فاكرين؟ يكون جارك معاك في نفس العماره وبتعمل القصه دي، تفك الهارد وتروح له وتنقله مع بعض شويه داتا، فاكرين الكلام ده؟ ماشي، ممكن حد يفتح بعد اذنكم؟ صح؟ فالموضوع كده صعب، الموضوع كده يعني وان كان ان هما الجهازين دول in the same location انما صعب جدا ان انا ثواني كده يا شباب. طبعا الكلام ده هوت ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش، صح؟ الكلام ده هوت في الاورجنايزيشنز الكبيره، يعني لو انا عندي شركه، الشركه دي فيها موظفين، كل موظف قاعد على جهاز ستاند الون مع نفسه كده، مفيش نتورك ولا بتاع، كل ما موظف يحتاج ان هو ياكسس داتا من على جهاز الموظف زميله يتصل بيك كاي تي تروح تفك له الهارد وتركب له هناك سليف وتنقل له الداتا وترجع تركب له الهارد عنده ماستر، ده ما بقاش كده انا قاعد في شركه، هبقى قاعد كده في ايه؟ ها؟ فسايبر، يا ريت سايبر فيه نتورك برضه، ماشي؟ اما كده انا يعني كده قاعدين في طابونه، ماشي؟ طيب فإذا وجود النتورك ها اداني ميزة ان لو في ريسورس معين، الريسورس ده هو نوعه داتا على جهاز معين، اقدر بمنتهى البساطة
اجي على الريسورس ده هو واعمل له حاجه اسمها شيرنج، واعمل له حاجه اسمها ايه؟ شيرنج. يبدا اليوزرز اللي موجودين على الاجهزه الثانيه يشوفوا الشيرد فولدر ده هو اوفر ذا نتورك بطريقه ما، ولو ليهم بيرميشن، ونحط تحت كلمه لو ليهم بيرميشن 10 خطوط، لو ليهم بيرميشن ان هم ياكسسوا الفولدر ده هو هيقدروا ياكسسوا الفولدر ده ويقدروا ياخدوا منه كوبي، ها، فالفولدر ده هو ينزل من كارت النتورك يمشي في الميديا يطلع لهم من غير ما افك هارد واركب هارد، صح؟ يبقى كده النتورك ادتني ميزه ان انا عملت شيرنج اوف ريسورس، ونوع ريسورس داتا، صح؟ طيب الريسورس الثاني ممكن جدا يبقى اكسبنسيف ديفايس. ديفايس اكسبنسيف يعني غالي، زي ايه؟ ها، برنت ديفايس. يعني ايه برنت ديفايس؟ برنت ديفايس مش معقوله لو كل موظف عندي في الشركه عايز يطبع اشتري له برنت ديفايس، هرفع حمله برينتر لكل مواطن؟ ما ينفعش، صح؟ انما اتليست انا ممكن اجيب برنت ديفايس لكل اداره، يعني مجموعه الفاينانس يبقى ليهم برنت ديفايس خاص بيهم، مجموعه الاوبريشنز يبقى ليهم برنت ديفايس خاص بيهم، مجموعه السيلز ليهم برنت ديفايس خاص بيهم، الاتش ار، الماركتنج، وهكذا، مفهوم؟ فانا كده عملت ايه؟ كده وفرت في الكوست، صح؟ بس انا ما كنتش اقدر اعمل القصه دي الا لو انا عندي نتورك، ما اقدرش ان انا اجيب وان ديفايس اشبكه على شبكه اخلي الناس كلها تكونكت عليه وتبعت اوامر طباعه الا لو انا عندي نتورك، صح كده ولا ايه؟ صح شباب، ماشي. فوجود النتورك اداني ميزه ان انا اشير ما بين اليوزرز اللي عندي وان اكسبنسيف ديفايس، تمام، اسمه برينتر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ حلو. ممكن جدا الريسورس بتاعي يكون انترنت كونكشن. انترنت كونكشن ازاي؟ يعني الناس دي عايزه تطلع انترنت، ماشي، هجيب اي دي اس ال اوصله على السويتش واخلي الناس دي كلها من خلال هذه الكونكشن تاكسس الانترنت. لو انا ما عنديش نتورك وكل الموظفين اللي عندي في الشركه عايزين يطلعوا انترنت، لابد ان انا اشتري فاكس لكل ايه موظف او يو اس بي مودم مثلا، لو انت بقى دلوقتي في سنه 2010، صح؟ صح طبعا الكلام ده هو استحاله، انما انا هجيب وان كونكشن، الوان كونكشن دي هتتشبك على النتورك، خلصت الليله، كل الاجهزه اقدر اديها بيرميشن ان هي تاكسس الانترنت ثرو هذه الكونكشن. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى اذا اهميه النتورك عندي تتلخص في ثلاث كلمات: شيرنج اوف، ها، انتوا نايمين ولا ايه؟ شيرنج اوف ريسورسز. لا انا ما احبش الانتخب، عايزكم كده تفوقوا وتروقوا، ماشي. شيرنج اوف ايه؟ ها، شيرنج اوف ريسورسز. طيب كل الكلام ده ظريف قوي، ينفع اعمل الحوارات دي بقى يا شباب من غير ما يكون عندي اوبريتنج سيستم؟ استحاله، استحاله انزل اشتري اجهزه من المول اجمعها وانزل اشتري سويتش وابدا ان انا اقرش كابلات واوصل اجهزه على السويتش واقول يلا عيشوا حياتكم اعملوا شيرنج اوف ريسورسز. طب هو فين الاوبريتنج سيستم اللي هيسبورت الكلام ده؟ صح؟ فلابد ان انا انستول اوبريتنج سيستم. اقرب واحد للباب يفتح الباب دايما كل ما يخبط، دي قاعده، ماشي؟ ما انا هستناه ما تقلقوش، هستناه يعني لا يوم يفتح الباب هستناه. عليكم ورحمه الله يا مطرب، عندك الساعه كام؟ عليكم ورحمه الله. مين؟ عبد الله. ازيك يا عبد الله؟ بارك يا احمد سرحان. انت مالك مستغربني ليه كده؟ مفيش، اصل انا جاي من الشغل على هنا وحامل لخبطه شويه. طب اتفضل يا باشا. حامل لخبطه تستغرب الانستراكتور يعني كده تبرق له اول ما تخش تبرق لي؟ فاكرني اخاف يعني ولا ايه؟ لسه البدايه ولا ما عرفنا نخلص. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا حواش؟ يا عم مغلبني معاك بقالك اسبوعين، ماشي يا عم.
ماشي يا رجاله؟ يبقى الهدف ها من وجود النتورك ان احنا نعمل شيرنج اوف ريسورسز، ونوعيه الريسورس مختلفه، ممكن تبقى داتا، ممكن يبقى ديفايس، ممكن يبقى انترنت كونكشن، صح كده؟ لو لوجود النتورك الناس دي مش هتقدر تشير مع بعض هذه الريسورس.